السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ صحة عيدكم، نكمليوها صحة عيدكم واحد الشهر بون، وما تنساوش الدعاء لخوتنا الفلسطينيين، ربي ينصرهم على الظالمين وربي ينصرهم على الصهاينة. بون، جينا نحكوا على التصريحات تاع بيب غوارديولا تاع اليوم اللي دارها. كاين زوج نقاط تهضر على رياض محرز، كلام مليح على كل حال، بون ما نفخش فيه بزاف ولكن كلام مليح. وهضر واحد النقطة جد 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 مهمة اللي راح نبدأ لكم بها، ومن بعد ندخل لكم على واش قال على رياض محرز، وبعد ندخلوا نهضروا على رياض محرز شحال مهم في النهائي، كيفاش رياض، علاش رياض محرز مهم في النهائي، وعلاش رياض محرز ثانيك مهم باش يلعب المباريات اللي راهي جاية. وهذه هي اللي كنت نقولها، يقولوا لي انه خليه يلعب الوسمو لا فينال، ما يلعبوش كاع دوكا، يلعبوا لا فينال. دوك بيب غوارديولا يجاوبك دوكا، اسمع واش قال بيب غوارديولا. We will have 6 days to prepare the final after Everton game, so that will go in the details. And now is prepare the Brighton game, like we have done all season, like the best way you prepare Brighton, you are working to prepare the best as possible the final. سمعت؟ So I'm pretty sure you cannot prepare the final of the Champions League if we don't prepare well and we are not ready in the Brighton Everton game. So, but he just focused. I didn't speak 1 second about Chelsea. We just spoke because it's enough to talk about Brighton today on the pitch. And tomorrow we're going to play a game to win again. And this is the best way to arrive to the final. And the last 5-6 days. بيب غوارديولا هنايا يهضر على اللي قلت لك انايا، لازم رياض محرز يلعب، ما تقوليش انه يخليه للفينال، ما كاش منها شهر يخليه شهر قاعد للفينال. هذه اللي يقولها لك هدايا، ما نقولكش ما يعرفش بالون، كل واحد ورايه، ولكن انا مازراني متشدد في رايي. اللاعب ما يلعب لكش شهر مباريات، حنا جميعا 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 كي كان ما يلعبش واش تبدل؟ حبيت نسال السؤال اللي يقول نو خليه الفينال نورمال، وراهو في التدريبات، واش تبدل كي كان ما يلعبوش؟ كان يلعبوا ماتش وما يلعبوش 3-4 لي ماتش، كنا نقولوا له ها بيب غوارديولا رياض محرز باش يحكم الريتم تاعو لازم يلعب المباريات، واش تبدل بين هذيك وهذيك؟ سمحوا لي، يعني تبدل باللي حنايا دوكا كي راهو مخليه للفينال، معليش نو نحكوا رياضيا ما راناش نقولوا لازم يلعب كل 3 ايام. دوك نوصل لكم واش هضر على رياض محرز، ما راناش نقولوا يلعب كل 3 ايام. المره اللي فاتت كي كان ما يلعبش في الدوري، في الدوري كان كل سمانه كاين ماتش تاع شامبيونز ليغ، كان باقي في الريتم تاعو. بصح حاليا من الدومي فينال اللي لعبوها ضد باريس سان جيرمان حتى الفينال او مده شهر، امبوسيبل تقنعني تقول لي نو راهو في التدريبات وما راهوش. هذيك انت تشوف فيها هكذاك، انا نعرف، وانت اللي راك تقول هكذا كنت تقول على بيب غوارديولا نو رياض محرز يسحق كيما نقولوا واسمو ريتم المباريات وكذا، ما على باليش انا واش تبدل فيكم. انا ما نتبدلش، انا ريتم المباريات حتى راه مخليه للفينال لازم يلعب. يكذب عليك شهر كامل ما يلعبش، يكذب عليك، يكذب عليك اللاعب، تروح له الحس التهديفي، يروح له حس المراوغه، ما نقولوش تروح له 100%، ولكن ينقص شويه. وهذا واش قال بيب غوارديولا دوكا حاليا، واش قال؟ قال غدوة ضد برايتون، عندهم ماتش ضد برايتون، قال لهم راح نحضروا الماتش ضد برايتون وهو تحضير للنهائي. قال لهم من المستحيل نحضروا للنهائي بدون ما نحضروا بالماتش تاع برايتون، يعني اللاعبين راح يلعبوا غدوة، واذا ما يلعبوش اللاعبين من المستحيل يبقاو شهر ما يلعبوش ومن بعد يروحوا يلعبوا فينال. يعني غدوة اللاعبين خلاهم يريحوا الماتش اللي فات، اوكي بصح الماتش تاع غدوة يا لو كان يدخلهم نص ساعه شوط يا يعني، ما تقول ليش ما كانش منها هذه، خليه حتى لا فينال، مخبيه جوهره مخبيه حتى لا فينال، يكذب عليك خو. نحترم رايك، احترم رايي، هذا ما كان، انا راني نهضر رياضيا، ما رانيش نهضر عاطفيا خليه باش ما يتبليساش كذا، راني نهضر قانون الرياضه، الريتم تاع المباريات يخليك دائما متمسك في في في, في المستوى تاعك. هذه كاع كنا نقولوها، ما على باليش انا علاش تبدلت ولات نوت تما كي كاين فينال خليه. نو 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 نو، ريتم المباريات عنده دور كبير، يا لو كان يدخل نص ساعه، يا لو كان يدخل نص ساعه، يا لو كان يبدا المباراه ويخرج في الدوزياميطو، الماتش الجاي ثاني كيبدا المباراه ويخرج الدوزياميطو، باش خليه لي نتايا شهر كامل ما يلعبش ومن بعد تقول لي نورمال؟ ماشي نورمال. ما راهوش حقد على غوارديولا كيما بكري على رياض محرز، ولكن رانا نتكلموا على ريتم المباريات، يعطي قوه للاعب، يخليه حاكم الريتم تاع المباريات. هذا واش حبيت نقول. بو نخليكم تسمعوا واش هضر على رياض محرز والصحفي والسقساه. هاي بيب، اوكي؟
when you won the league at Brighton a couple of years ago, Riyad Mahrez scored a really important goal that day. But he was in and out of the team then. He's probably now one of the really key players this season. Could you talk a bit about how the team has adapted to Riyad and Riyad has adapted to the team over that time and how he's progressed? Yeah, every player has to add the team and the team to the quality of the player. So it's a common relation or the same normal relation between players and the team. Riyad always was a good level. Maybe in the beginning didn't play much in the first season because we have an instructor already done with Leroy, with the other one, but step by step, he regained his position. And he's lately has been playing really good. So, and hopefully he can maintain this level until the end of the season and next season. Boom. كاين ترجمه اللي دارتها مانشستر سيتي. علاش انا قلت لكم دائما ما نتباش واش تقول مانشستر سيتي في التويتر، يعني ما يقولوش واش يقول سوا بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي. بون واش تقول لك تويتر كيما راكو تشوفوا فيها لهنايا، تقول لك غوارديولا يحكي على رياض محرز، كان رياض محرز دائما في مستوى جيد، هذه قالها صح. ربما في البدايه لم يلعب كثيرا لان لدينا هيكل، يعني هذه تانيك صح قالها، لكنه حصل على مركزه خطوه بخطوه. لقد كان يلعب بشكل جيد مؤخرا، واتمنى ان يحافظ على هذا المستوى في الموسم المقبل. بون الصحفي كيسقساه قال له رياض محرز سجل ضد برايتون هدف مهم جدا، ورياض محرز is a key، يعني اصبح مفتاح في الفريق، يعني مفتاح اللعب في الفريق، يعني رياض محرز اصبح مفتاح في الفريق. قال له واش تغير؟ انه رياض محرز ادابتا يعني دخل في المجموعه، التيم هي المجموعه، هي الفرقه، دخل في الفرقه، انه الفرقه تقبلته وهو تقبل الفرقه، وهذه يعني كان عندها يعني عندها بزاف معاني، ولكن هو ما قصدهاش باللي كانوا يكرهوه ولا، ولكن حب يقول باللي رياض محرز دخل في المجموعه، والمجموعه يعني توالفت مع رياض محرز، ورياض توالف مع المجموعه، وهذه اللي شفناها مؤخرا. هل اللي ما ذكروهاش واسمهم لازم، علاش قلت لكم دائما لازم ما نتباش واش تكتب، نتبع كي يكون مؤتمر صحفي صوت وصوره نروح نحوس عليه ونجيبه ونسمع واش كاين واش ما كانش، فهمتوا؟ فقال لهم بيب غوارديولا، قال لهم هذه علاقه جيده، يعني كان علاقه جيده بين اللاعبين والتيم، يعني لازم تكون يعني العلاقه مليحه بين اللاعبين والتيم، يعني بين لاعب ومجموعه، التيم كله يعني المجموعه تاع الفرقه تكون عندها علاقه، ريليشن شيب يعني او الريليشن يعني العلاقه، قلت لكم ريليشن شيب، الريليشن يعني علاقه، تكون عندهم علاقه بيناتهم، وهذه هي اللي راهو فيها رياض محرز. وقال شوفوا سمعوا مليح الاستمراريه يا رياض محرز، انت في المؤتمر انت البارح في اللايف قلت باللي انا راني حايب الريح في السيتي، هكذا بيب غوارديولا راه قالها لك، قالها لك الاستمراريه، وانت قلتها بنفسك يا رياض محرز البارح في اللايف، قلت باللي في بيب غوارديولا عنده بزاف النجوم، يعني عنده بزاف لاعبين عندهم مستوى عالي كواليتي، قلت باللي عادي انه يدور حتى ورغم ان اللاعبين ما يقبلوش هذا الشيء او ما يرضاوش بهذا الشيء او ما نحبوش، اي لاعب يحب يلعب. فهنا بيب غوارديولا قالها في واحد المؤتمرات الصحفي، اللاعب يهضر الهضره في التيران، ما تروحش، قالها لا راح يمسيني، قال له ما تروحش للصحافه ولا تروح للوكيل تاعك تشكيلو كذا، نو بين لي في الميدان، حبيت تشد بلاصتك بين لي في الميدان. فرياض محرز اعرف باللي لو قال غوارديولا قال لك ان شاء الله تكمل بهذا المستوى اللي راك فيه، ومام العام الجاي تكمل في هذا المستوى اللي راه فيه، بلاصتك راهي مضمونه، ينزل المستوى تاعك ما كان لا فرطاس لا والو، ينزل المستوى تاعك كاين لي جوار واحد اخرين، مادام تقبلت هذه الوضعيه فيا نافا كما قال لك مصطفى رفد الصباط وحرت الميدان، هذه هي باش تكمل المسيره تاعك في مانشستر سيتي على ما يرام. حرام ما راناش ضد تروح تريح في مانشستر سيتي او تروح في من مانشستر سيتي، انت نفسك في واحد الجريده تاع فرنسا تاع الكارتي تاعك في فرنسا قالت باللي انت سالت زملائك اش ترحل ولا لا، كي كان بيب غوارديولا معذبك وبعد ما كتب المكتوب انك ريحت، حنا ولا انت تانيك
ما دام حبيت تريح في النادي هذا لازم تكون عندك استمرارية في الأداء تاعك. هذا واش ننصحوك هكذا خويا رياض محرز. بون رياض محرز علاش مهم في السيتي؟ رياض محرز كي يلعب فينال رياض محرز وحده يجيب لاعبين حتى وما يعني رياض محرز كي يوقف يعطي مساحة لصحابه، ما يعطيش مساحة لصحابه برك لي زاتاكو، حتى الأجنحة يعطي من داك كي يدخل يدي معاه زوج لاعبين ثلاثة يخلي هذاك المكان فارغ. ودرت لكم عليها شحال من الخطرة فيديوهات على هذه النقطة. وكي يرجع للجناح تاعو يجيب معاه شتو رياض محرز توجور يجوا له زوج ثلاثة من داك يجوا له ثلاثة ثلاثة يحرر صحابه. فرياض محرز محور مفتاح كما قالوا هذاك كي في المباريات. رياض محرز مفتاح في مانشستر سيتي بالحركات تاعو، بلا ما يسجل لك بلا ما يمد لك تمريره حاسيه، تخليه بسيط تخليه بسيط. رياض محرز دائما معه واحد، بلا ما تكون عنده الكره دائما معه واحد، وكي تجيه الكره يجيو زوج ثلاثه يفتح المساحات لصحابو يخافوا يدريبلي، المدربين يوصوا انت ريح معاه، وكي يشد الكره انت روح عاونو، يحكي لي ديفونسور انت روح عاونو، يخلق المساحات لصحابو. هذه هي علاش رياض محرز جد مهم في مانشستر سيتي وجد مهم في اسمه في الفينال. ورياض محرز اظن على حسب التصريحات تاع بيب غوارديولا التحضير، قال لك مباراه تاع غدوه هي تحضير تاع الفينال، اظن انه رياض محرز راح يلعب يا لو كان ميطو او يدخل في الدوزيام ميطو وقت كبير ماشي 4 ساعات بر. ما نطولش عليكم خاوتي، نتلاقاو العشيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.